السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ، كذلك الأباء اللي راهم يتبعوا فينا للسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بتعبير كتابي. اليوم سنكتب تعبير حول الوطن، يعني يكون مرشح بقوة أن يكون كوضعية إدماجية في الثلاثي الأول للسنة الرابعة ابتدائي. سنكتب تعبير واضح وليس فيه تعقيدات يا أمهات، لكي يفهمه أبناؤنا ويتحصلوا على نقطة الوضعية كاملة. ماذا يقول السند؟ السند: كلنا نحب وطننا الجزائر ومن واجبنا المحافظة عليه. التعليمة: اكتب نصا من 8 إلى 12 سطرا تتحدث فيها عن حبك لوطنك وعن كيفية محافظتك عليه، مستعملا جملة فعلية مسطرا تحتها. إذا أول شيء يا أمهات لكم تبعوا فيها، علموا أولادكم أنهم يعتمدوا على طريقة صحيحة، يعني في كتابة التعبير الكتابي. الطريقة الصحيحة هي كالتالي، يعني وراحين يديو عليها النقطة، لأنه عليها النقطة، لأنه تعبير كتابي مقسم إلى مراحل، يعني المرحلة الأولى هي المقدمة، المرحلة الثانية هي العرض، والمرحلة الثالثة هي الخاتمة. إذا أول شيء في المقدمة، انظروا يا أمهات، يجب على التلميذ أنه يخلف هنا مربعين، المربع الأول والمربع الثاني، يعني هنا في الورقة البيضاء ليست واضحة، لكن في الورقة تاع الإجابة تاعهم راح تكون مخططة. إذا راحين يخلفوا هنا مربعين، راحين يبدأوا في المقدمة تاعهم. المقدمة غالبا تتكون من سطرين أو سطر ونصف. الطريقة اللي يعتمدوها التلاميذ هي أنهم يروحوا يهزوا السند، وهذه طريقة صحيحة. إذا المقدمة من نهزوها يا تلاميذ؟ نهزوها دائما من السند. إذا راح نهزوا هذه الجملة تاع السند، راح نعملوها كمقدمة، وراح نتحصلوا للعلامة الكاملة. إذا سنكتب هنا في المقدمة، إذا سنكتب كلنا نحب وطننا الجزائر. يا تلاميذ حاولوا أنكم تكون كتابتكم كتابة واضحة، باكي صح لكم المعلم تاعكم الورقة راح يقدر يقرأ الوضعية الإدماجية بكل سلاسة. كلنا نحب وطننا الجزائر ومن واجبنا المحافظة عليه. جيد. إذا حاولوا في المقدمة أنكم تزيدوا أفكار من عندكم، يعني باش نكملوا المقدمة تاعنا. إذا واش راح نقولوا هنايا؟ إذا لنصل به إلى قمة الرقي والازدهار. إذا نقطة. إذا هاني درنا المقدمة، كلنا نحب وطننا الجزائر ومن واجبنا المحافظة عليه لنصل به إلى قمة الرقي والازدهار. إذا عملنا المقدمة، يعني بدينا بالسند وكملنا المقدمة تاعنا. نرجع إلى العرض. في العرض نقرأ أول شيء التعليمة. التعليمة ماذا تقول؟ اكتب نصا من 8 إلى 12 سطرا تتحدث فيها عن حبك لوطنك. إذا ماشي انتما يا تلاميذ تخرجوا على الموضوع. إذا تقول التعليمة: تحدث عن حبك لوطنك وعن كيفية محافظتك عليه. إذا رايح تتحدث عن حبك لوطنك ثم كيف تحافظ على وطنك، تستعمل جملة فعلية مسطرا تحتها. إذا بالنسبة للعرض راح يكون نفس الشيء. إذا يا أمهات اللي راكم تبعوا فيا، قولوا لولادكم أنهم يخلفوا في العرض مربعين، راح يتحصلوا على العلامة، يعني يخلفوا مربعين هذه عندها علامة. إذا سنبدأ في العرض. أقول أحب وطني الجزائر من كل أعماق قلبي. إذا أحب، تلاميذ كلمة أحب فعل أم اسم؟ جيد. إذا كلمة أحب هي فعل. إذا هاني وضفت جملة فعلية تبدأ بفعل. إذا سأسطر تحتها. إذا سأسطر هنا تحت هذه الجملة: أحب وطني الجزائر. إذا هذه جملة فعلية لأنها تبدأ بفعل. نكمل. ولا أستطيع العيش بدونه. نكمل. فحبه يسري في دمي وروحي. فاصلة. حاولوا أنكم تستعملوا يا تلاميذ الفاصلة والنقطة.
بين الجملة والجملة نستعمل فاصلة. يجب أن أحافظ عليه بالنظافة جيد. بماذا أيضا يا تلاميذ؟ جيد وبالعلم والعمل. جيد من أجل ماذا؟ من أجل تطويره وازدهاره. جيد، نعمل فاصلة. ومحاربة كل من يحاول الاعتداء عليه. نقطة. زيد حصولية تلاميذ على جملة فعلية أخرى. جيد، إذن يجب. يجب هو فعل مضارع. إذن نطر على هذه الجملة، يجب أن أحافظ عليه، لأنها جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بفعل يجب. للخاتمة فنفس الشيء، تخلف هنا يا تلاميذ مربعين. سنبدأ في الخاتمة، سأكتب الجزائر أعظم الأوطان. جيد، الجزائر أعظم الأوطان، نعمل فاصلة. هو بلد المليون ونصف المليون. ماذا؟ جيد يا تلاميذ، شهيد. فيا ربي اجعل هذا البلد آمنا. جيد. إذن وهكذا يا أمهات وكذلك التلاميذ والأباء اللي راهم يتبعوا فينا، كونوا درنا تعبير كتابي مقترح ومرشح بقوة لكي يكون في نموذج الثلاثي الأول في مادة اللغة العربية لسنة رابعة ابتدائي الجيل الثاني. إذا أعجبكم الفيديو وأردتم وصول نماذج أخرى في جميع المواد بإذن الله تعالى، حاولوا الاشتراك في القناة، وأي استفسار اتركوه لي في تعليق، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.